Safuri, safuri, safuri. كل ما نبني عيش تنخربونا اياه، كل ما نبني بيت تنهدمونا اياه، كل ما نخلف ولد قتلونا اياه. شو ظل لنا؟ شو ظل؟ قتلوا الامل، قتلوا زهرة الحب اللي بقلبنا. شو ذنب العمارات هاي؟ شو ذنب؟ شو ذنب الولد اللي مات؟ لسه بنطول شهداء من تحت الانقاض. لسه، وبقول لك جاي اللجنة. ليش قرارات العالم كلها بتطبق علينا بس على إسرائيل؟ لا يا عالم، وينك يا الله؟ استغفر الله العظيم يا رب. هاي بيتي، هاي أرض ندور فيها. نزحنا أول مرة أهلنا، نزحوا أبوتنا أول مرة، نزحنا تاني مرة، مرة تاتون ننزح يعني. وين نروح؟ حقيقة أنا ما بدي أروح. يمكن أبوي متعلمش من سيدي، وسيدي متعلمش من سيده اللي قبليه، من أبوه اللي قبليه. بس لا، أنا حطينا إحنا جيلنا جديد، حطينا حد يتعلم أولادنا مش إحنا. إنه ما فيش مجال للنزوح أكثر من هيك بكفي يعني. النزوح المفروض النزوح يكون عكسي، مش بالتراد لقدام النزوح ضله. لا، هالمرة إحنا نفكر يكون نزوح عكسي بكفي. خلاص عاد ثلاث نكبات يعني أربع نكبات لو أنت. مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل إشي يعني بالنسبة مش إلي بس، لكل الدنيا، لكل أهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا، حياتنا، كل إشي إلنا يعني، عشان يضلوا شامخ وواقف، وما زال واقف وشامخ. كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرة أو شخص بعيط لابنه، لا عداره، لا مثلا فقيد مش لاقيه. كل شخص بالمخيم، ما فيش حدا بالمخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه. بس هذا كله ما بهمنا. هدوه، صحيح هدوه، راح نرد نبني من جديد، ومش راح نهتم بيهم، وراح يبني على أساس المقاومة. وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين. ثمانة أيام هم قصف بر جو، دبابات تضرب والطيارات تضرب والقنيصة يضرب، الكل يضرب. لو في بحر وانا كان جابوا بحري وضربوا، بس ربك حميد ما فيش بحر يضرب. وآخر ما وصلت معهم جابوا ثلاث كتائب، اتغيرت اللواء على المخيم ثلاث مرات، ثلاث قوات اتغيروا. أجا مفاز ومع وزير الدفاع، وزير الدفاع تبعوني.
استنى حميت المعركة وهدمت الدور على روس الناس بالجرافات، الطيارات ما عملت شيء، بكت تقصف لأنها تقصف بالطوابق الثانية وتحرك بس الجرافات اللي جرفت كل الناس، كل الناس جرفتها. وين نايم؟ أنا نايم بالليل كم الساعة 12 بالليل صاروا ينادوا بالسماعات إنه الكل على المدرسة، أنا لبست أواعي وطلعت بأثناء طريقي وأنا ماشي في شباك مثل هيك فوق الشارع، يعني ما فيش متر ونص، كم جندي ضربني فيه وقعت على الأرض دايخ، قال لي قوم روح من هون، قلت له ولك أنا قادر أقوم، قال لي بدك تموت، قام ضرب. صورتي عاد بس صورتي خلص روح، ما يكفيهم كمان اللي اخذوه، كفيهم مش اللي اخذوه كمان لحقين اللي هون. العمر؟ العمر 72 سنة. والأصل قلت لي من وين؟ من المسكة ضعيفة. خير في شيء؟ احنا انتهينا لما واحد عمره 72 سنة انتهى، بس سلامة الشباب هاللي تطلع بدها ترد تعمره غصبا عن اللي يرضى عن اللي يقول لا برادة الله. والله العظيم والله العظيم بيتنا ما صار بيت، عارفين عن أبوها من حياة، خلص ربنا انت استلمتنا، العرب كلها مش هفهد تدفع صورة. أنا اسمي نبيل فياض درويش صبيحات، قعدت في السجن حوالي 15 سنة ونص و 15 يوم تقدر تقول. روحت من السجن قبل قريب 3 سنين ونص، قررت أنه أبدأ حياة من جديد وأبني بيت لنفسي وأخلف أولاد. أنا بحلم أنه أولادي وراي يكون عندهم أمل، يكون عندهم طموح، مش أنه أولادي يصيروا بدهم يحاربوا مشان أنا خلقت في الاحتلال، أنا خلقت في الاحتلال وأولادي كمان يخلقوا في الاحتلال ويموتوا في الاحتلال. بدنا ينتهي الاحتلال هذا، نخلص من هالموضوع هذا. بضلوا يقولوا إحنا ما فيش عنا ديمقراطية ورجعيين ومتخلفين ومش بشر، طب يا أخي خلونا نصير بني آدمين، بس خلونا بدولتنا مش تحت أمركم وقت ما بدكم أنتوا. تخلونا نتنفس وقت ما بدكم، ما تخلوناش نتنفس، وقت ما بدكم بتسكروا علينا المي، هذا الحكي مش معقول. وهي اللي بنيناها من بعد ما روحنا من السجن، هاي اجوا هدمونا اياها، حطموا كل الاحلام وكل الامال وكل الطموحات اللي الانسان بقى يخطط لها ويبني لها. ايش بدك تسوي؟ يعني مناي اني ارجع البيت.
تعب 45 سنة يضيع بخمس دقائق. زرافي ما خبطته خمس دقائق ما طلعش إلا تنه. أول شيء حركني يعني حرك لي الطابق الثالث مش طابق مسكوب بكازينكم ربي فيه عصافير كنار. حتى الكنار اللي بيقولوا جنان اللي هم بيقولوا الرفق بالحيوان حرك لي إياه الرفق بالحيوان. لو هسه الإيطالي بيقول لك الرفق بالحيوان حمام ينطخ ولا شلب ولا أسد يصيدوا ياخذوا جلده بيتعاطفوا معاه أشطر منه. بس ليه؟ لأنه لكن ظلوا أنظمة عربية متخاذلة مش متعاطفة معانا إلا على الورق. بس على الورق بقول لك أنا عربي كذاب مش عربي. أبوه بوش وأمه هاي ما ناقل دماير ماتت فشر ولا تكون أمه قد دماير. أمه هاي لأوربايت بس بكت تيجي تشمرنه عن فخذتها وخلص ينسى القضية وينسى كل شيء. الله لا يشبعهم لا جنسيا ولا ماديا. زعلان سعيد كل يوم بيجي على المقبرة عشان صاحبه زيه طخوه. كلبها سعيد كلبها مش هيك سعيد سعيد هيك لفوق لفوق. وين أبوك؟ الجنة. يعني أنا من أول موعد من بلش عمره 7 سنين جند إسرائيل وفوجي معتقلات سجون عملية اختراقات لإلنا اسقاطات لإلنا دشرين كل العالم واشتغل فينا لحالنا قاعدين. يعني إذا بنشوفوا المغاس غير يشتغلوا فينا بعدين اليوم تطور العالم يطلع على القمر يعملوا استعمارات فوق ويعملوا احتلال جديد فوق. الاحتلال الوحيد ضايف العالم إحنا يا جماعة الخير. فيش احتلال في غيرنا احتلال فيش شيء. احنا اللي 13,000 عايشين نص كيلومتر مربع مستوطنة 10 كيلومتر مربع عايش فيها 1000 واحد صح. احنا برضو عندنا ارض اكثر منهم فمفروض يعيد يعني العالم حتى لا مش العالم لا امريكا تعيد تقسيم المنطقة من اول جديد وياخذون كمان 3-4 كيلو يعني الخط الاخضر هذا كربوش صغير تلانا عشان توسع امي. احنا فعلا شعب ارهابي منقدرش نعمل اللي عايشين فيها. احنا نعمة الحصار نعمة التجويع نعمة الذلال نعمة التركيع نعمة غسيل الدماغ بيغسلونا اياه قاعدين يوصلون لمرحلة نصير حيوانات. ما نطالبش الحيوان تحطه بزريبة انت شو بدك تقدم له تقدم له ما بقدرش يحكي الحيوان كيف حتى الحيوان يقدر يمعي يعني ولا يعوي الكلب بده ياكل بس احنا بدهم يوصلوا لمرحلة حتى ما نعويش. احنا مجرد قرار بسيط جدا على مستوى مراقبين دوليين بتوسل لاسرائيل تيوافقوا لسه لجنة قص الحقائق لسه جزء جديد بعديها بتوسل هذا الإرهاب مش إسرائيل الإرهابي العالم الإرهابي. في يوم 14 الساعة 2 صباحا أيضا قصف المستشفى بواسطة الدبابات الإسرائيلية 11 قذيفة دمر الغازات الطبية ومواسير المي والمجاري والغرفة مرضى وغرفة سكن للأطباء والتمريض. أصيب كل الجناح الغربي بأضرار متفاوتة وكان هناك هلع شديد لأنه كان في اختلاط للأكسجين والغاز الطبيعي عندما دمرت هذه الأنابيب وكنا نخشى من انفجار كارثي ليس فقط يقلع المستشفى من جذوره وإنما المستشفى وما حوله من مساكن ومباني. طبعا اتصل بالصليب والصليب بالإسرائيليين ولكن لا حياة لمن تبالي. وقطعت الكهرباء تماما حتى من المحول تبعنا ولم نستطيع الذهاب إلى المحول لشدة القصف. كان القصف على أشد ما فيش الطيارات فوقنا كل 3 دقائق تعدها فيش دقيقتين 3 صاروخ طبعا جوا الهدير والمدير والقنابل والتحطيم كان وبتشوف النار مولعة قدام عينيك. الإطفائية مش سامحين لها تدخل والإطفائية تتصل فيها يا عمي شوف الارتباط لأنه كان الارتباط قريب علينا ومعنا اتصالهم فيش عندهم تليفونات نحكي معاهم يقول ممنوع دخول المخيم سيارات إسعاف ممنوع بلاش يصير معكم زي اللي صار مع خليل سليمان. شفطوا قذيفة
احترقت السيارة واحترق هو تماما وتفحم حتى أصبح وزنه لا يزيد عن 10 كيلوغرام. كل إشي كان يتحرك بس إذا كان يتحرك في الشارع كانت أخوه. إيش أطفال 12 سنة، طفل 12 سنة شو حامل أربي جيل 12 سنة؟ يا دوب يحمل حاله ومن الرعب اللي عايش فيه، يا دوب يحمل حاله، يا دوب يقدر يمشي. طفل 12 سنة صفوه قناصهم على إيش؟ مرة اختيار على إيش؟ شاب يطلعونه في الدبابة على إيش؟ شاب بيكون رافع إيديه وماشيهم على إيش يطلعونه في الدبابات؟ متخلفين عقليا استشهدوا عنا، معاقين استشهدوا عنا، أطفال استشهدوا عنا، نساء استشهدوا عنا. إيش؟ مضلش غير إنه هو زي ما حكوها شباب، مضلش غير يستعملوا النووي معنا بس، أو طبعاً برشوا في المبيدات هدول الطيارات الزراعية. بتزمش بتزمش كله بتزمش. بعدين مش فاهم كيف أنا يعني. قدر سخيف جداً، قدرنا سخيف جداً. اللي رمانا مع ناس زي هيك. حقيقة قسماً بالله كان عندك قابلين إيش معهم. نعيش عايش معهم عادي جداً. نعيش بسلام. احنا كفلسطينيين وبحكي معظم الشباب اللي بنسلني انه حملنا سلاح بس ندافع عن السلام عن حريتنا وحريتهم حتى كمان، لانه ما عندهم ناس ما بدهمش سلام، بدهمش حريه، بدهمش شعوب تعيش هذه. الحقيقه انه في الانتفاضه الاولى كانت معظم الاشتباكات اللي تصير مع القوات الاسرائيليه باب بيتنا، يعني بيتنا في منطقه واد عز الدين، وكانت كل الاشتباكات اللي في جنين تتمحور حول بيتنا. والحمد لله رب العالمين، الله عني وأسعفت أعداد كبيرة جدا من الجرحى اللي هناك، لأن أنا الدكتور الوحيد في الجبل. أنا كنت في البيت وشايفين إطلاق النار من الطيارة، لكن لم نكن نعرف إنه هذا إطلاق النار على ابني. لكن بعد ما توقف إطلاق النار بدأ الجيران بالصياح ويقولوا عميد استشهد، عميد استشهد. كأب شعرت إني أنا اللي بكيت أقدر أساعد، اللي بقدر أساعد وكنت أساعد. وقفت عاجز أمام ابني اللي قاعد بنزف ولا روحه قاعد بتطلع. ولا أستطيع أعمل شيء. وهي أصعب لحظات الحياة، أن ابنك بحاجة لمساعدة وأنت لا تستطيع أعمل شيء. الإنسان بيموت بين يديك وبترجى فيه قاعد مش قادر تعمل له إشي. شو بدك أصعب منك إشي؟ أول يوم جابوا لنا شباب، جابوا شاب اسمه منير وشاحي، طفل طفل زي الشمعة، رصاص صفيت من صدره طالع من ظهره، إسعاف ما في شيء، أدوية ما في شيء. حتى اتصلت مع دكتور الله يسهل عليه ما قصرش معي، يعني طلبنا إسعاف كذا مرة، طلبنا الصليب كذا مرة، يجيبونا الشاب قاعد بموت بين يدينا، بموت قاعد. صرت أحكي على الدكتور مع الدكتور على التليفون، يحكي له شو اسوي له، يعني كل بقول شو بده هذا، بده تاخذه على مستشفى. انت قلت له مستشفى هذا طمر بيتحرك متر قاعد بنطخ، شو عم بنطيني ايش اعمل له اياه؟ ما فيش غير بس ضمده وتربطه بس وتقرا قران فوق راسه، غير هيك واستشهد بين ايدينا. شاب ثاني جيبوا لنا اياه مصاب بركبته، طفل قسم بالله اطفال، ما بحكي لك عن شباب بالغين كلهم اطفال، بركبته خزقت له زور بصباعي تتنفس، صباعي انا صباعي هذا بصير خزقت نار زوره. شاب تالت ايده مقطوعه، شبه مقطوعه يعني مش مقطوعه، شبه مقطوعه فالتي، شو نعمل له؟ هاي ارهابيتنا، شايف كيف احنا ارهابيين؟ شو بدك اصعب منك شيء؟ الجوع؟ لا شو الجوع مش مشكله، ما احنا بنصوم شهر رمضان كامل، شو الجوع؟ دخان مش مشكله، بس جوني اياها محرمه من الدخان.
عادية. بس لما طفل مش شاب، مش شاب عامل حياته، ما شاف إشي لسه، يقعد بنازع بين يديك ويستشهد بين يديك، شو بدك أحلى من هيك صورة؟ شو بدك أحلى من هيك موقف؟ هذا اللي كان يهزنا، كان صواريخ رب عز وجل، صواريخ توقع بين قلب الغرفة، توقع الصواريخ ما تنفجرش فينا، من الله مش منهم يعني. شو بدك أحسن من هيك؟ دبابة 80 طن تطلع عن بني آدم، شوف محلها المنبر. الحلو كان فينا شوارع مخيم فيها حفر مش حفر، فسدونا الشوارع هم يعني، فسدونا بلسادنا، بلساد شهدائنا، سكروا هالجوار الموجود في بلسادنا، الحمد لله رب العالمين يعني. وفر على البلدية عندنا كثير شغلات، ترقيع الشوارع هاي. شو بدك احسن من هيك؟ شو بدك احسن من هيك؟ يطلب من المرأة تتعرى، ارفع مخوف الأحزمة، خافي من الحزام كلها، ارفع الفستان تبعك. شو بدك احسن من هيك؟ شو بدك احسن من هيك؟ يشلحونا نترجى فيهم، بس خلينا في الكلوت، خلونا فيه ما يردوش، نزل الكلوت تبعك. شو بدك احسن منك؟ مصاب، مصاب مشلول كامل، توقفوا غصب عنك، لازم توقفوا قدامهم وتشلحوا كامل عشان يستأكد انه مش مفخخ. انا راح احكي اشي، بس مش اشي عن الامل والهاد، بحكي للشعب الاسرائيلي، سنعيش صقورا شامخين ونموت أسودا واقفين. وهاي كل واحد إسرائيلي يحفظها ويعرف شو معناها. قلت أن في دبريش أنا أنزل لتحت، نزلت لتحت، الله رحم نلقيت الدبابات هون والمحفرات قاعدات بهدن بعض الحين، بكوا حاركين وقاعدين بهدوا هد، وذيك الدار بكوا عاملين محكمة يعني، نادوا على الواحد اللي بدهم يصفوه بصفوه، واللي بدهم يخلوه بخلوه، الله رحمني منهم يعني. ظليتني نازل عند القاوة، لقيت أواعي مشلحينها للشباب، اواعي، بس انا ما بفكرش اواعي، راحت عن بالي من ضرب الصواريخ، اني بفكر واحد فاتح محل رابش هون، بقول طيب محل الرابش انو فاتحه، راحت عن بالي انهم بشلحوا اواعي. ما ظليتني واقف ورافع الرايه، اجاني واحد بدوي من دبابه مع احترامي للبدو، قال لي خليك واقف عندك ورافع ايديك، حكى مع الدبابه، رجعت مضرعه علي، طلع منها شبل صغير، ولد صغير، لا بقول لي اشلح كل اواعيك، شلحت اواعي ورديت البسنت، قال لي ليش تلبس؟ بالعبري يشلخ مخنسايم وسطرة وكل شيء. قلت له انا بمشيش، انا زلمة كبير بمشيش هذا المشي، بست ما رديتش عليه يعني، لو بدك تني بشلحش لا تحتون ولا شيء، اطلع بالشارع امشي. في ناس شلحوها وراي بلا كلسون قدام خواتها وبناتها، اولاد صغار ربطوها دروع بشريه، اولاد اخذوها معاها تبحش لهم الدور تهد، اذا ما هديتش خلال دقيقتين اعير لك، وكل خلال دقيقتين اذا ما هديتش دور تفتح لنا طاقات من كوسك، ويصير يلهث ويضرب بالمهد، ما يلحق بده يفتح، بده ينفذ بريشه، ويا ريت ينفذ بريشه، لا اما كوسه لا اما دق راسه بالحيط. لا يوجد اي انسان في الدنيا بيعمل اللي عملوه، يطول الاواني الطبيخ يقعدوا يعملوا فيها البول والغائط وشغلات زي هيك، علما انه في البيت اللي انا بانيه عندي 4 حمامات فيه، وقبل لا نخرج من البيت قبل الاجتياح بليله كنت معبي خزانات مية، 4 مية يعني، بقدر يستعمل المي ويستعمل النظافه في البيت ويخليه زي ما هو، ليه يروح يستعمل اواني الطبيخ مشان يخرج فيها؟ وين العلم؟ وين الانسانيه؟ وين الجيش اللي بيقولوا عنه لا يخاف؟ قدام واحد قدامي انه هو هذا هسه مش مبين معاك حركيا وعقليا، انا وياك قعدنا بالدار لحالنا يعني، ما شفنا الا الجرافه مش بترفع كف، هاي جرافه الجيش وما كان لك الا ثاني طابق بس توقف بتفكر دار انت شبابيك ومهندسي وكل شيء، بس تمشي بتجرف زي موج البحر قدامها يعني، بتاكل الاخضر واليابس، جرفته للزلمه لانه معاك، سحبته بيده ما قدرتش، جرفه معه واخذه، انا نطيت عبوز الجرافه، حيال 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 اللي حاطط لي الطاسه على راسه وهذول هيك، وشو بده يسمع؟ وزنها 80 طن، شو بده يسمع؟
أنا بشتغل حارس ببلدية جنين بالليل، السبب النهار قلت أدبر لي شغلة أعيش من وراها، صرت متجوز 3 نسوان والحمد لله الله ما انطنيش لا ولد ولا بنت. كل كرشي بالبلدية جنين وبلدية اليمون كل كرشي رايح للدكاترة، كل كرشي رايح للدكاترة، وتا الله ينطيني خلقة ولد ولا بنت الحمد لله ما انطنيش. أجو أطلعون من الدار وطلع فوق، أنا عامل جرور سحري جوية الجرور، سكر الشبابيك وسكر الباب وحط إحرام على الباب، مخلوع الباب وسحب الأقسام ورفع الأمان وسحب الأقسام. قال لي بتسكت؟ قلت له بسكت بس بدي أطلع شوخ، بدي أطلع أسير، أنا مش بدي أطلع أسير، أنا بدي أطلع أشوف المصريات، أكيم المصريات صفرنت على الدرجات. قلت له عمي مصرياتي. قال لي مايش الضابط. قلت له مصرياتي كيس الشلي. قال لي بتسكت ولا أحرق دينك؟ دمروني، أخذوا مني 25 ذهبي 10 عمر سركة منافق بالدار، 25 ذهبي و5000 دينار و4500 شيكل بكيت أشتغل باليمون بالنهار، أخذت هن أتعابي. أنا وليت في الدار هاي غرفة، أنا هاي غرفة وليت فيها، بيت مثل هيك هذا منين بدك تجيبها؟ يعني ضياع أكثر من ضياع المادي، صار ضياع المعنوي وضياع الأسرة. أنا مو بجيبوا الحجر هذا بجنيه، هون كان في سرير متوفى عليه وأنا بتذكر كان عمري 5 سنين، كل حجر جابوا من بلد، جذور حامل ليمون. هاي الشجرة هون كان في شجرة تين عمرها 52 سنة يعني، وهاي في التين هاي برضو عندك، هاي التين هاي اللي هون، وكان في هناك زيتونة برضو، هناك في زيتونتين، وكان في برضو هون، هي هون أهل الحارة عندنا أول ما فقدوا النخلة هاي. صعب يا عمي يكلمونا من أرضنا، صعب إنهم يغيروا أي معلم من معالمنا مهما عملوا. هيا بابا، هيا هيا انت تبعنا هذا، هيا يا بابا حبيبي، يلا بنروح خلص حبيبي. ما جاء الاحتلال 67 انا بكامري 9 سنين، 9 سنين بكامري ما شفتش يوم واحد حلو، يوم واحد، هاي انا عمري 44 سنه يوم واحد حلو ما شفتش، كل شيء بكون يدخلوا فيه يدخلوا بحياتنا، حتى رخصة سيارة كنت أحلم، وأنا عمري 17-18 سنة 19 سنة كنت أحلم يكون معي رخصة سيارة، كان للمخابرات دور وكانوا مانعيني أخذ رخصة سيارة. الاحتلال مش بس إنه الجيش موجود عندنا، الاحتلال اضطهاد وقهر، بتدخلوا في كل في, في, في نفسنا، بتدخلوا في كل شيء، فهذا الحكي هذا مش معقول يعني، هذا الحكي ما بنطاق. إحنا يا عمي بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش بسلام، زهقنا خلاص، بكفي قتل، بكفي ذبح، بكفي. بس برضو يعني احنا برضو مش يعني، حتى الكلب بدعس برك عليه مرتين ثلاثة بعضك، احنا مش كلاب، احنا بني ادمين، دعسوا علينا بدل المرة 10 مرات قمنا وبدنا نحارب. اذا بدهم مش هم يتنازلوا ويصير دولتين لشعبين، احنا بدنا ننتزع حقنا بالقوة. اللي عملوه في المخيم بثبت انهم هم بتعاملوش كبني ادمين، يعني تصرفهم هذا مش معقول. انا في المخيم ما خلوش مباني واقفه، حراث حرثوه على اهله، على الناس، على السكان، على الاختياريه، على الاطفال. ما عرفت انه بدي اموت، قمت مش عارف، وأنا ماشي الشارع اللي أنا ماشي فيه شول، الدور مهدمة، ما فيش إشي اللي فوق الحديد أمشي فوق، مش عارف وين بتروح. في 48 برضو ذكر العذاب هذا نفسه، بس مثل هيك ما صار. شو جنينا بحياتنا؟ بنينا الدار، خلفنا اولاد، كله راح بساعة. خلي بوش يرضى
صديقه السفاح المجرم. السفاح المجرم أبو صبرة وشتيلة. هاي الضمير العالمي هيك سكروا دينهم. يوم إنه بنجرح يهودي ولا هذا بوش بصير عيط هناك في أمريكا، بصير عيط في انتو ذبحتوا اليهود. أما 100 مليون عربي ينذبح معلش، هذول ما لهمش حساب. هاي الدنيا هيك. في الشعب في العالم عملوا العيال من اليهود يهدموا الدور والبيوت على الأطفال. واحد بضرب حجر يجيبوا له طيارة ومدفعية F-16 ودبابات. وين هاي صارت؟ والعالم مسكر دينيه ما بيسمعش. وين هذا الظلم؟ ناس بدون رحم بدون إنسانية، مش لأنه عدو ولا لأنه في صراع بينه وبينه. بالأمان للتاريخ اليهود ثبتوا بدون رحمة، مش إنسان، مش فيش عندهم إنسانية. هدول صنع بشر مش صنع ربنا. هدول إسرائيلية مش صنع ربنا نهائيا. أنا ما بعرفش ممكن يكون إلحاد هذا الحكي، بس الإسرائيليين مش صنع ربنا نهائيا. ممكن كلهم عرفوا الاستنساخ قبل فترة طويلة زمان، مش دارين. الله أعلم إنه عرفوا الاستنساخ يمكن من الأربعينات ومن الثلاثينات. يعني لما عرفت إنه شارون أجا على المخيم من كثر ما انقهرت صرت أعيط، لأني يعني كان نفسي شو أجرم فيه زي ما حكوها، أجرم فيه بالمعنى الصحيح. أفيش غلي فيه بعد اللي شفته. تقدري له أنت لشارون؟ آه بقدر له، ليش لا؟ ما هو أكبر منك، بدك تقدري له؟ أنا أكبر منه بإرادتي، بقدر عليه بإرادتي، بقدر عليه إني بدي أدافع عن وطني، بقدر عليه إنه قتل يعني ناس بعرفهم وبعرفهم معرفة، يعني معرفة معرفة. بقدر عليه لأنه شتتنا، خلى كل واحد بجهة. بقدر عليه لأنه ما خلاش بيت بالمخيم إلا وهدمه أو يتضرر منه. يعني معكم مليون دينار شو بتسوي؟ أنا بتبرع فيهن حتى يسعف الجرحى ويشتري دم ويبني المخيم. وعلى نفسها بننتوهم يعني بننتوه للوكالي عشان يتبرعوا للناس ويأجروا لهم شقق عبا ما يبنوا لهم بيوتهم ويرجع المخيم من أول جديد عشان ما ينتهيش المخيم، يرجع أحلى من مكان. عشان يشتروا دم، ولو كان معي أنا دم كنت كبيرة يعني دم قوي بتبرع لهم للجرحى دم. دمك قوي؟ طبعا دمك قوي. فيش بي دم أنا. فيش دم؟ فيش بيجي دم؟ في دم بس مش كتير يعني. في ناس فيهم كتير أما أنا لا. فتنا جثة في الطابق الثالث، الدار نصها مهدود، الدرج طاير. على الجثة الثانية طبعا أنا بدي أوثق كل إشي. الجيش الجندي مسك الكاميرا من إيدنا، كاميرا الفيديو أخذها. اللي حرك كلبه أبو جندل لما جابوه وربطوه لما ما ربطوه كانوا أجوا طخوهن. اطلع على الجثة اللي هي جثة الأخ أبو جندل قائد معركة المخيم، قاعد زي هيك، قاعد فوق الركام، مقعدين وفوق الركام. طلقة هون في جاي في الفك والطلقة الثانية في الصباح.
فقلت لهم انا عارف ليش بطل المرضي تدخلون اصور، لانه هذا اعدام تاعي تبع الصليب. هذا الزلمه قاعد فوق الركام، لا عليه سراره لا عليه غبره. واحد كان ماشي، لنفترض انه كان ماشي الزلمه او شارد، بيوقع وقوع، بس بيقعدش يقعد على راس تله هالركام اللي محطوط. اتفقت انا وياه، طبعا هم قالوا احنا جيش الدفاع بعدمش، قلت لهم ابتعدوا الانبياء. قالوا هاي الجثث الموجوده، قلت لهم نعم. قال لي هاي الموجود، في غيره يعني؟ قلت له اه هاي المنطقه هذا انا بدي افوت. قال لي ممنوع، قلت له شفت اقول لك طخ، بدك تطخ طخ، الريحه شاممها من هون وانا واقف برا شاممها من هون. قال لي هاي المنطقه غير مطهره وممنوع تفوتها انت والصليب. قلت له الصليب انا فايت، فايت معي. قال لي فايت معك، واللي بدهم اياه يسووه. خلال دائره قطرها 30 متر بس وجدنا 10 شهداء في المنطقه الغير مطهره. اما المنطقه المطهره مشينا من هون للساحه 350 متر لقينا بس ثلاث. اذا مطهره من ايش؟ من الجثث، مطهره من الجثث. وانا راجع رجعت نفس الطريق اللي مشيت، اللي مشوني اياه هم اول يوم واحنا وياهم بندور على جثث. ايه ولا هي جثه مفرومه فرم، شو ضايل منه؟ اصابع رجليه وشويه جلد. الله اكبر، يوم 15 هاي ما كانتش هون، طب اليوم 17 وجلد طري جديد مش متعفن. ترى ما هي عدماتكم. طخوا، قالوا ارفع عليك، طخوا طخوا هون بالساحه. اكم ما طخوا، اجوا شباب من اللي بكم معتكلينهم اليهود، اجوا حملوه بدهم يودوه على المستشفى. كام اجوا اليهود قالوا له حطوا هون، وحطوا رموية. صارت الدبابه عقول الله شهيد يا ناس الحلال، الدبابه تروح وترجع عنه تعب جثته وبطرق. بس بدك تفكر مرة تجيب كمان اثنين، دور عادي بشرب بالأمانة. مراته مراته ماتت، بتجوز بدها لها سير تعويض. احنا اي شيء صار احنا سير تعويضه، بس كيف بده يعوضوا هم الفترة اللي احنا كنا رايقين ومتقبلين تعيش معهم؟ كيف ترجعوها هاي؟ كيف ترجعوها هاي؟ مش امكانية. انا كان عندي قابلية اعيش مع اي انسان يهودي عادي جدا، واتمنى له، مش اتمنى له خير يعني، اقبل اللي بحبه لاولادي يحبوا لاولادهم. بس هسه كيف بدو يرجعوا لنا هذا الحكي؟ هذا مش كأنا بحكي، كالناس كلياتها. كيف بترجع لهم هذا؟ هم اللي خسروا. بس احنا حقد، هسه الحقد المتولد والضغيني، كيف بترجعوا هذول؟ كيف بدكم يكونوا مقلوبين ثاني مره؟ بحسبوهاش صح، بتعرفوش يحسبوا هذول. يعني انا لما اقاتل عدو واشي بكون كلب قاسي؟ لا، انا بدي ادافع عن وطني، بدي ادافع عن مخيمي. بعدين يعني احنا مش راح نعمل سلام معهم، حتى لو رئيسنا اللي هو رئيسنا اذا عمل سلام معهم ممكن هو يتصالح معهم، بس انا مش راح اعمل سلام. صحيح انا طيبه ويعني بحب الناس، بس هدول الناس ما بنحبه، هم اجوا على ارضنا، احنا بندافع عن ارضنا. انت لما يسلم، نفرض سلبوا ابنك، مش بدك تدافع عن ابنك وتسوي عنه؟ واحنا كمان هاي ارضنا زي كانها ابننا، كل اشي عنا.
بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش، راح نضلنا نجيب أطفال وننجب يعني رجال أقوى من اللي راحوا وأشجع من اللي راحوا. كنت حامل أنا بشهر مخلصه، هسا لما عاد إحنا خفنا من المي والكزاز لما صار يهيل علينا وولاد صغار وإشي، حبيت أطلع برا يعني أشرد من الدار لجل يعني إني أتضرر أنا وولادي. طلعت مشيت يعني شوية من فتحت باب الدار ومشيت بدي أطلع عن دار سلفة، كان قناص على الجبل على الجابريات ضربني بإجري الثنتين، ما وعيت حالي إلا أنا كاسح على الأرض وأصيح أصيح أكلهم انطخيت إجري بوجعني إجري إجري كسحت بالموت. غدر سلف إسلافي جروني لجوة يعني فوتوني لجوة فوتوني لجوة جر، وهم خايفين من اليهود طخوا عليهم. ما وعيت حالي إلا بمستشفى جنين، قالوا لي لازم نعمل لك عملية قيصرية، والحمد لله ثاني يوم عملوا لي عملية والحمد لله رب العالمين، جبت الولد الحمد لله مليح الحمد لله وبصحة جيدة. قعدت أنا 10 أيام وأنا ما أشوفش لا جوزي ولا أهلي ولا أولاد ولا أيات حدا، وأنا أعيط يعني وابني بحضن ما أعرفش أدبره. أنا ما أعرفش أدبره من مرة، تسمحوا لهم يجوا علي وشوفوني أنا وابني اللي خلفته. يعني هم خسروا حقيقة حقيقة أطفال. أنا عندي طفل كبير عندي 8 سنين ونص، بطل خاف من الطيارة، إنجاز بالنسبة لي هذا. أنا ابني بخافش من الطيارة، ابني صارع في رصاص 500 ورصاص 800 ويعرف قذيفة الدبابة ويعرف M16 ويعرف M16 الطويل و M16 القصير والكلاشين، صارع في الناتو وصارع في شغلات كثيرة. ابني صارت ما يعرف شغلات كثيرة، كنا متوقعين احنا خايفين من اولادنا من قال يصير عنده معقد نفسية، لا فيش عنده معقد نفسية. برا هناك امسك اي طفل واساله بموضوع مش الاجتياح كلياته، بجاوبك كل ثقة بدون خوف. بخافش من ناس زيهم هذول الجبنة، بخافش منهم زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات يبكوا يتزروكوا بين الدبابات، خايفين منا احنا يعني مدنيين، بس هم ارادتهم ضعيفة، خوفهم لدرجة الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما منخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم. اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشلة، نزلت من ايدين خايفة، من ايدين مرخية. بس شوفوا على المخيم، خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. يسلموا اسرائيل على القدس على كل اشي لو عاشوا معنا، لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا، او رجل يهودي قعد معنا شاف شو عملوا فينا، ليسلم القدس على اللي فيها. شفت جثث، شفت بيوت مهدمة، شفت يعني اشياء لا توصف باللسان.
لما يعني بعد اللي شفته أي حياة بدي أعيشها هاي، بعد ما تحطمت كل طموحاتي أي حياة بدي أعيشها، ما فيش حياة. كانوا طخوا نسوان، هذا حكي هم بيقدروش ينكروه أصلا، هم نفسهم ما بيقدروش ينكروه، ما بيقدروا ينكروه يعني، لأنهم فعلا ما بيقدروش ينكروا حكي، لأنهم فعلا هذا حكي صار. فبلشت العالم تطلع لأنه فعلا ضيق كثير، يعني صرت أحكي عن جرافات 80 طن بتحط البوكت تبعها بالدار وتروح الدار، فيش مجال لسه، الناس مش حاسة بالصدمة، بتهيألهم إنه الشهداء عندك لا، بس لا روح دوره، يروح دور تحت الأنقاض وشوف كيف في الشهداء، شوف كيف الناس الممزقة، شوف كيف الناس المحروقة حالك. صمود مخيمنا ممكن سجل أسطورة صحيحة، بس مش بالسلاح، قسم بالله ما هو بالسلاح، ربنا كان قاتل معنا، ملائكة كانت قاتل معنا، بعزيمتنا بإيماننا بالله صمودنا كان. أنت هيك معادلة بسيطة، كلاشين ولا مسدس شو بدي أعمل قبال الأباتش تبعتهم، ولا قبال الدبابة، قبال هم لو جابوا الجرافات لحالها بكفوا أصلا. تحتاجوش الضخامة هاي والتهويل اللي جابونا إياه أساس إنه يزرعوا الرعب، بس سبحان الله القدر عجيب، طلعت الناس أقوى من أول. هاي فرمانة أنا مش رامية حتى كانت دولة الفلسطينية تبعتي وعاصمتها القدس بقيادة أي شبل. إحنا مش رح نتحرك من هون، بنموت ببيوتنا، بنموت ببرضنا، بنموت منطلعش، ينسوا موضوع انه نطلع. بس في نهاية الامر بدك كل هالكلمة، احنا هون تتكون لك يامي، هون تتكون لك يامي. سجلنا اسطورة بس بايماننا مش بسلاحنا، قسما بالله بصدق بحكي لك اياها، باولادي الاسطورة سجلناها بايماننا وبثباتنا، بنسوان اللي كانوا وقفات معنا، باطفالنا الموجودين، اطفالي حوالي، طب اذا ابني حوالي موجود وين بدي اروح انا يعني؟ المخيم عبارة عن شجرة، شجرة طويلة طويلة شامخة، كلها عبارة عن أوراق، كل واحد مكتوب فيه اسم شهيد، اسم مقاوم. بدي أحكي لهم اليهود صحيح فاتوا خلعوا جذوع منها، لكن خلقت جذوع غيرها، ما قدروش يوصلوا لقمة الشجرة. كان يعلمنا مش وجود الإسرائيليين وطياراتهم ودباباتهم، كان يعلمنا إنه إنسان بموت قدام الدرجة تعمل له حاجة، طفل بعيد عن أمه بلاقيه هيك بزقة من زقاق المخيم، مش عارف عن أمه وين رايح وين جاي، طب تحطه معك ما فيش مجال تحطه معك. كان يعلمنا انه نسأل شباب، حد داري فينا، حد سائل فينا، عالم متحرك حوالينا، حد بيطالب بينا، فيش شيء، ما حدا نسأل عن دولنا العربية الكبيرة. كان كل أملنا قد ما احنا غبيين، آخر ما يعني قبلنا فيه احنا
ونتمنى من الأردن من مصر بس تدو السفير تبعهم بس شوف حلمنا هاكل حلمنا كان شغلة تافهة وملاش معنى يمكن تكون هي شغلة إنه بكرة الجمعة شو رأيكم فيه ممكن يصير مسيرات ضخمة في الوطن العربي ممكن يتغير ممكن يتحرك طب يا جماعة الخير مضلش مجال الأكل ولا شرب ولا سبور بمش مو بكرة بعد بكرة جاء الجمعة ممكن يصير مسيرات وتكون العالم وكل الدنيا تكون مشاننا وينسحبوا يجي الجمعة ويجي السبت ويجي الجمعة ويجي السبت والضغط يزيد علينا أيها العرب أيها المسلمون في جميع أنحاء العالم هنا أطفال فلسطين يصرخون ويقولون وعربة وعربة معذرتنا أيها الإخوة أريد أن أتكلم مع بوش دقيقة واحدة لا 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 هلا هو مستر بوش بدي احكي مع السيد كوفي عنان في مجال الو كوفي عنان كيف حالك اطلع هون انت ليش يا اخي لغيت الا جنيه اللي بترجع جنين عندنا هون اسرائيل بدها هيك طب احكي مع امريكا مع بوش يا اخي ممكن يحل الوضع يا اسرائيل مش راضي تخليه يجي هون هذا الحكي بصيرش يعني هذا الحكي ما حدا موافق عليه حتى جامعة الدول العربية يعني الشعب هون يا اخوي بستنظر فيك طلع مش لاقي طياره تيجي فيها هون بنودي لك طياره مصطوبه اذا بدك هون الشعب ما عندوش يا اخي ما عندوش الشعب لا يملك ان يشتري طياره بنودي لك طياره مصطوبه بتدبر حالك فيها في الشيء يا بنودي لك جحش عرج يا اخي شو رايك عرفات بعرضش عرفات ما هو محبوس برام الله يا زلمة الدول العربية بتمانيش هي خلص الكرت يا اخوان